للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة السيد أحمد الخطيب، كاتب وباحث متخصص في شؤون الإرهاب. بعد التحية سيد أحمد، كيف تفسر تجدد الاتهامات ضد مصارف ومقيمين في قطر بدعمهم للجماعات الإرهابية؟ تحياتي لك سيدتي، لكن في البداية أحب أن أوضح أن الاتهامات هي تترى وتتوالى، يعني أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهرا، لن تنقطع يوما ما. وكما قلت آنفا هي تتجدد، لكن هذه لم تعد اتهامات بقدر ما أصبحت قرائن وأدلة للتاريخ أن قطر والنظام القطري هو صانع الفوضى في المنطقة العربية، بل وفي والراعي الرسمي لحركات الإسلام السياسي الإرهابي في العالم كله وليس في المنطقة العربية. الاتهامات يعني تزيد من الشعر بيتا، ولكن فقط لا غير. لكن يعني منذ أعوام عديدة ونحن نرى يوما بعد يوم، برهانا بعد برهان وقرينة بعد قرينة، على أن النظام القطري كما قلت آنفا هو الراعي الرسمي للإرهاب في العالم. هو يملك المال ويملك التخطيط ويملك الأشخاص ويملك النفوذ، وضالع في عدد من المناطق المؤثرة في العالم، في واشنطن. ذكرنا من قبل أو رأينا من قبل كيف أن الصحف العالمية الكبرى كشفت علاقة النظام القطري بالعمليات الإرهابية حتى أقصى جنوب أفريقيا. يعني رأينا كيف أن النظام القطري لديه أذرع في العمليات الإرهابية التي تمت في الصومال وتمت في جيبوتي، حتى في القرن الأفريقي في كل مكان يوجد فيه الجماعات الإرهابية توجد علاقة قطرية ما، سواء بالتمويل سواء بالتخطيط سواء بالدعم. نعم، كل ما أوتيت قطر من قوة تلعب هذه اللعبة، التي صارت قرينة ودليلا واضحا وبرهانا أمام العالمين. سيد أحمد، نتكلم عن الموقف الرباعي، كيف تمكن الموقف الرباعي من تقويض الدور القطري في زعزعة أمن واستقرار المنطقة؟ في تقديري الموقف الرباعي وإن كان قد تأخر سنوات عديدة، إلا أنه جاء في وقت حساس، جاء بعد التوكيد والتأكيد على أن قطر راعية الإرهاب وهي تسعى لتخريب دول الجوار والمنطقة العربية بأسرها، لأنها تلعب اللعبة التي أرادت عدد من الدول الكبرى اللعب بها، وهي السيطرة على الإسلام السياسي، ومن ثم هذه الجماعات تقوم بعملية تخريبية داخل الدول العربية، وعن طريق أيضا الاستقواء بالمعارضة وتوظيف المعارضة للتخريب من الداخل. يعني هذا ما فطرت له الدول الأربعة الكبار في عام 2017. هذه القرائن نحن كباحثين كنا نعلمها، نعم، وكنا نراها ونرى آثارها. يعني رأينا آثارها في عدد من المواقف. ربما كان للدول الأربعة الكبرى أن تتعنى حتى تتضح الأمور جلية أمامها، نعم، فكان من موقف. لكن بموقف الدول الأربعة الكبار من قطر، أنا أستطيع أن أقول أن هذا الموقف هو يحمي المنطقة العربية من خطر النظام القطري، يحمي صراحة وبوضوح. نحن نرى كيف تلعب النظام القطري دورا تخريبيا في اليمن، كيف لعب دورا تخريبيا في البحرين، كيف يلعب حتى الآن دورا تخريبيا داخل مصر. نعم، الآن يتجه نحو المغرب العربي. لو 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 السادة المشاهدين يلاحظون ذلك، يتم تقوية النظم الجماعات الإسلامية في المغرب العربي من أجل تقويض أنظمة الحكم هناك. الآن هذه اللعبة الآن تتم في ليبيا عن طريق قطر وعن طريق تركيا وتونس والمغرب والجزائر، نعم، حتى موريتانيا يصل هذا التخريب عمدا. يعني نعم، الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإرهاب السيد أحمد الخطيب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.